السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه وصفه نيت كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حال اذا كانت هذه اول زياره لكم في القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطائر بزلافه دقيق او كيله دقيق اقتصاديه جدا كتعطينا كمية وفيرة كنحضروها بدون طابع غتعجبكم مية في طريقة جديدة أنا متأكدة غادي تبهركم وكتجي كالقطن على بركة الله في إناء العجن كنوضعو قبصة من الملح من بعد غادي نضيفو زلافة ديال الدقيق أولا كيلة ما يعادل تقريبا 300 غرام يعني عندنا الا خديتو القياسات بكاس العنبه كتعملو ثلاثه كؤوس هذا بشكل تقريبي لكن غير خدو زلافه راه القياس هو هذاك غير تكون مملوءه من بعد غادي نجيو وغادي نغربلو الدقيق جيدا باش نتفادى وجود اي تكتلات ثم كنحتاجو ملعقتين كبار من السكر او لا ثلاثه كان كيعجبكم السكر باين عندنا كيس فانيلا من وزن سبعة غرام ونصف كنضيفوه للخليط ثم كنجيبو كيس من خميرة حلويات بيكين باودر من وزن 8 غرام كنضيفوه كذلك الخليط ديال الدقيق ودائما كنوضعوه في غير بال باش ما يبقاش لنا دوك التكتلات كنفتحوهم باليد من بعد كنجيو كنخلطو النواشف اللي في الاول جيدا مع بعض من بعد كنضيفو الخميرة ملعقة ممسوحة سواء الخميرة الفورية او المعجونة اللي متوفرة عندكم وطبعا الخميره كتبقى على حساب الجو كنخلطوا الخميره مع الدقيق من بعد كنجيبوا بيضه واحده اللي كنضيفوها للخليط ثم الزيت اللي كنحتاجوا منه اربعه ملاعق الى خمسه على حساب مهم ملاعق يكونوا كبار انا عملت خمس ملاعق زيت طبعا زيت القلي ولا زيت المائده كنجيب واحد الملعقه ولا اليد اللي بغيتو وكنخلطو جيدا حتى كينسجم لينا البيض مع الزيت ومع الدقيق الان غادي نحتاجو الحليب دافي باش غادي نجمعو الحليب ضروري يكون دافئ لان العجينه كتحتاج انها تختمر كنحتاجو كاس من الحليب ما يعادل 150 ملل تقريبا مهم ما تفوتوش كاس لان العجينه راه قليله ما كتحتاجش منا الكثير من الحليب كنبداو نضيفوه بشكل تدريجي وحنا كنعجنو ومن بعد كنشربوا العجينه جيدا باش تجينا لينه ما تجيش صلبه ويجي وهشاش وخفاف كالقطن ثم غادي نغطيوها بلاستيك غذائي وكنخليوها تختمر حتى في الحجم ديالها المده ديال الاختمار كتبقى على حسب درجة حرارة الجو الآن الجو راه شوية ساخن ما غاديش تأخذ وقت طويل من بعد على بركة الله بعد ما اختمرت كما كتلاحظوا راه الحجم ديالها الضعف كنستخرجوا منها الهواء بواسطة اليد ولا لاحظتوا معايا راه العجينة شوية كتلتصق باليد هكا خاص يكون القوام ديالها ما تكونش صلبة من بعد مساعدة التقيق كرشو سطح العمل وكنجيبو العجينة بعد ما خرجنا من الهواء غنحاولو نشكلوها بشكل هكا شكل طولي ونجيبو واحد سكين السكين وكنقطعوها الكمية انا عملت منها ثمانية قطع يعني غادي نعمل ثمانية وحدات اللي الحجم ديالهم كبير بغيتوهم يجيو صغار غادي تقطعوها الاكتر كنجيو وكنبداو نشكلو من العجينة كرات وكنرشوا الدقيق وكنوضعوهم جانبا كنتشكلوها دفعه واحده من بعد على بركه الله كنرشوا الدقيق ونجيبو ال... نجيبو العجينه اللي شكلنا هي الاولى وبواسطه المدلك كنفتحوها شويه هنا تكون ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف تقريبا بحال الشكل ديال فطائر المقلاة او البطبوط نأخذ بعين الاعتبار انها راه غتزيد تختمر المره الثانيه وغادي يعني يزيد الحجم ديالها كنوضعوها جانبا وبنفس الطريقه كنستمروا دائما نرشو الدقيق باش ما تلتصق ليناش العجينه وكنبقاو ندلكو عجينه بعجينه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا بالكامل وكنوضعوهم جانبا دائما مع الدقيق من بعد كنجيبو سكين اولا قطاعات البيتزا قطاعات البيتزا كتبقى عمليه اكثر كنجيو كنقطعو على هذا الشكل شوفو التقطيعه الاولى الاتجاه ديالها التقطيعه الثانيه كنجيو نقطعو تنوقفو حدا الانتهاء ديال التقطيعه الاولى راه طريقه جد سهله غير تبعوها شفتو معايا كنبقاو غاديين كنقطعوها على شكل فرفاره على هذا الشكل كنجيو وكنبداو نضغطو على هاد الاطراف اللي عملنا دائما يعني هذيك التقطيعة اللي كان كتكون العكس ديال الاولى ملي كنجمعوهم على هاد الشكل كان عليهم جيدا باش ما وكيكون هذا هو الشكل ديالها كنخليوها جانبا وغادي ندوز غادي نشارك معكم واحدة اخرى باش تكون طريقة واضحة جيدا على بركة الله كنجيبو العجينة ركزوا معايا راه طريقه جد سهله 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 من اسهل ما يكون كنقطعو هكا كنجيو العكس وكنقطعو وكنجيو عاوتاني مره اخرى للعكس وكنجيو مره اخرى للعكس كنقطعو وكنجيو العكس ديال هذيك وكنقطعو لاحظتوا معايا كيفاش طريقه سهله وكنجيو الان كناخذو دوك الاطراف وكنبداو نوضعوهم في الوسط على هذا الشكل طريقه من اسهل ما يكون كيتشكلوا بسرعه والشكل ديالهم شي حاجه اللي هي راقيه غادي نوضعها جانبا وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كل الكمية اللي متوفره عندنا طبعا انا وريتكم طريقة في الاول غير ركزوا معها سهله بزاف من بعد كنجيب واحد الغطاء ديال القاروره اولا القرعه كنوضعوه في الدقيق وكنبداو نوضعوا حفر في الوسط على هذا الشكل ثم كنجيو وكنعمروا هذاك الحفر اللي عملناه بواسطه المربى هنايا عملوا حفره اللي تكون كبيره لانه ملي غادي يختمروا شويه راه الحجم ديالكم لذلك ضغطوا جيدا على غطاء القاروره من بعد كنجيبوا صفيحات الفرن سواء دهنوها مباشره بالزيت او لا نعملت ورق الطبخ ودهنته قليلا من الزيت لان ماشي من نوع جيد كيلصق وغادي نجيو وغادي نوضعو الفطائر ديالنا في الصفيحة بعد ما شكلناهم بالكامل كنحصلو على ثمانية قطع كنجيبو الآن بيضة واحدة بالكامل ممكن تعملوا حتى صفار بوحدو لكن بيضة باش منضيعوش الصفار وكنبداو ندهنو هاد الفطائر ديالنا على الوجه ديالهم ملاحظة راني خليتهم اختامرو واحد العشرة دقائق أخرى وأكد خليتهم اختامروا المرة الثانية لمدة عشر دقائق أخرى راه غادي لكم في الحجم ديالهم راه تنفخ الآن كنسخنوا درجة حرارة الفرن يكون ساخن جدا جدا سواء كهربائي ولا غازي وغادي ندخلوهم كنقصوا النار ونعملوا النار من الأسفل حتى كيتحمروا من الأسفل وكنعملوا النار من الأعلى باش نحمروهم من الفوق أنا فرن كهربائي عملتهم على درجة ديال مية وثمانين درجة مئوية وطبعا الفرن غازي غتنقصو الحرارة هنايا بعد ما خرجناهم من الفرن كيكون هذا هو الشكل ديالهم كيجيو رائعين جدا جدا من اروع ما يكون الداد منعاود لكم راه ما بقاوش يعني راه كلهم تكالوا ما شاء الله لانهم الداد يعني كيجيو خفاف وكتناولوهم مع الشاي ولا مع الحليب ولا مع القهوه غادي يعجبوكم 100% راهم كيجيو رطبين وخفاف غادي يعجبوكم شكرا على المتابعه